اسعد الله مساكم بالخير وسرور متابعينا غني. يا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركينا جدد منورين قناتكم. اليوم عندنا تغطية سريعة لمعرض اوتو سيتي. عندهم فورد اف 150 مخزن 2018، شاصي طويل دبل خفيف ودبل ثقيل ودفلك، وشاصي طويل فيه دفلك وجنط مقاس 17 50 XL، هذا اللي يعتبر من الفئات الأقل. شاصي طويل دبل ودفلك ودبل ثقيل. طبعا عندهم حتى الجديد متوفر عندهم، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. ناخذ لكم لفة سريعة بعد شوي على السيارات الموجودة عندهم. جنط 17 موديل 2018 خليجي ودفع رباعي يا الحبيب. هذه الواجهة الأمامية. السعر يا أبو بندر، السعر 118 يقولون عن طريق أبو بندر بيضبطون لكم خصم زيادة بعد. هذا هو، هذا يصلح للي يبون يجهزون السيارات للبر، تذكروني بحط شد يبي خاص للبر بس، وبسعر 118,000 ريال. وعندهم الراب ترى الوحش هذا، هذا ب 420 تقريبا او 425، نور مادي ملكي، هذا باكج ال 35. وعندهم بعد الفورد 150 بعد الاكس ال تي لون ازرق بيبسي، وعندهم بعد الاف 150 الثمانية سلندر الباب الواحد، هذا اكس ال تي كم 170 سعودي. ياهو جميل اللون بعد ما شاء الله. هذا الفورد 150 الحين بوريكم من داخل، يصلح مثل ما قلت لكم اللي يبونه للبر اللي يبونه المزارع. طبعا تون تيربو 3.5 6 سلندر، هذه الداخلية خليجي موتر قزاز هندا، والله من زمان قزاز هندا. هذه الداخلية بدون مثبت الجير 10 سرعات، وضعية القيادة هنا، وهنا الدبل ثقيل والخفيف والدفلك. هذه الشاشة الصغيرة، هذا اللي عنده مخيمات اللي عنده مزارع يبيه السواق، ولا يبيه المزرعة، ولا يبيه لحد، أو يبيه واحد راعي بر يعني اللي بيطلعوا للبر بس. XLT 118 صوروا لكم من وراء عشان تشوفونه. حوض طويل تحط به مخيم كامل ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ديرة فورد 150، وهذا الوحش. وعندهم بعد البرونك الأغلب الأنواع، الأغلب الأنواع، هذا فل كامل بحريني ب 325 وايد باد لانس، وفي بيج باند، اغلب انواع البرونكو موجوده عندهم 230. لكسس الار اكس، الجينيسيس، الجي 80، الجي في 80، اغلب انواع البرونكو متوفر عندهم. عندك يا طول العمر والسلامه برونكو الباب الواحد موجود، وريكم الصف الثاني الار اكس ب 269، هذا 450 هايبرد. شوف لكسس الموديل اللي قبل بعد العشبي موجود عندهم. طبعا الفورد 150 ترى متوفر عندهم كم حبه، هذول عندهم في اسود وفي رمادي، فاكثر من حبه موجود عندهم. ما ازدق صورنا لكم لكسس سيارات مستخدمه جديده بعد موجودة عندهم. أحط لكم أرقامهم وحساباتهم. وحليل وناس على النابي. بيك باند. برونكو باب واحد. كم سعره؟ 198 ستاندر سعودي. هو عندهم برونكو الأصفر بعد. تذكرون اللكسس الإكس الجديد راح. الله يبارك الرعية. ما شاء الله تبارك الله. حلو اللون هذا. الأسود والأصفر، هذا من أجمل الألوان على البروكو باب الواحد صراحة. واللكسس برايمي بعد موجود عندهم. بس خلصنا عليه، حط لكم أرقامهم وحساباتهم تحت بالوصف. في أمان الله، حفظ الكريم.